أخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن نظام حماية الأرجوع أو WBS. فسنتكلم عن ما هو WBS وكيفية عمل الملف، والحديث عن هذا النظام الخاص بحماية الأرجوع. إذن أول شيء سنتكلم عليه هو ما هو نظام حماية الأرجوع. نظام حماية الأرجوع هو آلية إلكترونية تقوم المنشآت بموجبها بدفع أرجوع عمالها عبر المصارف، أي أن الرواتب الخاصة بالعمال تدفع عن طريق البنك وليس نقدا. فقد تم تطوير هذا البرنامج من طرف مصرف قطر المركزي وكذلك وزارة العمل، بحيث أنه من خلال هذا البرنامج يمكن التدقيق بملفات الرواتب الخاصة لكل شركة والتزامها بالقانون. إذا هنا رسم توضيحي أنشأته لشرح الكيفية. فالعملية هي بسيطة، أن الشركة يكون أول شيء، بما أن شركة داخل قطر، يكون لديها حساب بنكي حسب نوع البنك، كيو إن بي سي بي كيو حسب الشركة. فعند انتهاء لو عند نهاية الشهر يتم تحويل الرواتب إلى العمال. كذلك على ذكر العمال أنه هذه الشركة ملزمة لعمل حسابات للعمال الخاص بها، أي أن كل شركة ملزمة بعمل حسابات بنكية للموظفين والعمال الخاص بها. فهنا هناك عدة طرق. فمثلا بصفة عامة لو حسب الراتب، فكل راتب أكثر من 5000 يمكن إنشاء الحساب على أي بنك. يبقى اختياري بالنسبة للموظف، هو يختار البنك الخاص به. وكل راتب أقل من 5000 فيتوجب على الشركة الذهاب إلى الفرع الخاص بالموظفين بالعاملين لإنشاء حسابات تحويل الرواتب لهم. كذلك هناك مثلا أريد عموني بالنسبة للكيو إن بي، هذا يبقى اختيار حسب نوع البنك. إذا نعتبر أن الشركة لديها حساب بنكي، عند نهاية الشهر يتم عمل ملف CSV أو ملف مثل إكسل فيه أسماء جميع الموظفين مع الرواتب والتفاصيل الرواتب، أي عدد الأيام الشغل إلى آخره، والتفاصيل كل شخص راتبه، وكذلك الحساب البنكي الخاص بكل موظف لتحويل الرواتب. فكما قلنا أنه يعتبر عند نهاية الشهر بعد تحويل الملف مع أسماء العاملين والحسابات البنكية لكل عامل والمبلغ المحول إلى البنك، يقوم البنك بالعمليتين. العملية الأولى هي تحويل الرواتب إلى الحساب البنكي لكل عامل، والعملية الثانية هي إرسال الملف إلى مصرف قطر المركزي. بدورها مصرف قطر المركزي تشارك الملف مع إدارة العمل، والتي بدورها إدارة العمل تتحقق من الملف مع عدد العمالة الموجودة للشركة، أي أنها تتحقق كم من عامل موجود بالإحصائية. مثلا لديك 20 عامل في الـ WPS لازم يكون الخاص بعشرين شخص. وهنا سأوضح بعض الأخطاء، تفادي بعض الأخطاء. من بين هذه الأخطاء التي وجب تفاديها سنتكلم عن تفادي بعض الأخطاء زي ما قلنا. سأحاول كتابة الأشياء للتوضيح. من الأخطاء التي يجب تفاديها هو أول شيء الأخطاء التي يتوجب تفاديها
أولا أولا تحويل نفس عدد العمالة مع نفس عدد المجموع المحول له. بمعنى آخر، إن كان لديك في الإحصائية 20 شخص، يجب أن يكون على ملف الـ WPS 20 شخص محول. بالنسبة للإجازات والعطل، يجب تحويل كذلك للعمال الغير موجودين داخل البلاد أو عليهم شكاوي وبلاغات. بمعنى آخر، هذه النقطة مهمة جدا، لأن الكثير يتسبب بفرض حظر على الشركة بسببها، أي أنه لدينا employer X مثلا عليه بلاغ وعوب، أو أن هذا الشخص خارج البلاد لمدة أكثر من 3 شهور أو لسبب ما، فيجب أن يكون الراتب المسجل 0 وليس أن يحتف بالملف، يجب ذكر هذا الشيء. وعلى الكومنت نكتب مثلا outside the country، أو نكتب السبب الذي يجعل التحويل 0، وكذلك عدد الأيام شون نكتب سبب لأنه لم يشغل، لهذا لم نحول له الراتب. فبصفة عامة هذه الأخطاء التي يجب تفاديها. الآن أخذت مثال لملف لأحد الملفات الخاصة بتحويل الرواتب لأشرح كيف يتعمل ملف. فنأخذ على الإكسل الملف، هو يكون بالشكل التالي. ممكن كذلك مشاركة الملف معكم من غير أي مشكل يعني. فأول شيء هنا نكتب رقم قيد المنشأة الخاصة بالشركة، وكذلك ملاحظة، يجب الشركة أن تكون مسجلة بنظام WPS. ليس كل شركة لديها حساب بنكي فهي مسجلة، يجب عمل طلب للبنك للتسجيل بنظام WPS. إذا نكتب رقم قيد المنشأة، هنا نكتب تاريخ عمل الملف، وهنا وقت عمل الملف. فبصفة عامة وقت عمل الملف ممكن عدم تغييره. هنا نعمل كذلك قيد المنشأة، رقم قيد المنشأة للشركة، وهنا نوع البنك. مثلا هنا حساب البنكي على الكيو ان بي، ان كان على الكيو اي بي نعمل اي كيو اي بي، ان كان على الاسلامي الدولي اي بي الى اخره. وهنا نكتب رقم حساب الشركة، رقم الحساب على البنك التي عليها الحساب الخاص بالشركة. وهنا نضع على اي شهر سنحول الرواتب، اي هذه الرواتب تخص اي شهر. مثلا لدينا هنا شهر 2024، اي سنة 2024، والشهر هو شهر 4 اللي هو ابريل. وهنا مجموع الرواتب، اي مجموع الرواتب المتواجدة هنا يجب ان يكون مكتوب. بالنسبة للتوتال ريكورد، اي كم شخص لديك في الشركة. مثلا هنا لدي 8، كتبت 8. بعد ذلك نعود الى هذه السطور اللي هي ريكورد تبع الاشخاص الموجودين في الشركة. فاول شيء نضع رقم الاي دي، رقم البطاقة الشخصية،
الاسم الكامل للشخص. وهنا الشورت نيم تبع البنك كما قلت. فمثلا هنا عندي كيو اي بي الاسلامي الدولي، نعمل الاسلامي الدولي كيو ان بي، كيو ان بي الدولي الخارجي اي اي بي، مثلا سي بي كيو بتكون سي بي كيو. ممكن ان تجد التلخيص تبع البنوك على إدارة العمل او على البنك هي نفسها ممكن ان تعطيك نفس الشيء. وهنا نضع رقم الحساب الخاص بكل شخص، اي الايبان الخاص به. فرقم الحساب يقول الايبان بالضبط. فالفريكان السلاري ام اي يعني انه الراتب يكون شهري. وهنا عدد الايام كما تلاحظون، هنا نجد عدد الايام نيت سالاري بازيك سالاري اكسترا اور اكسترا انكوم وديدكشن. فساخذ هذه الحاله الاولى مثلا كمثال. هنا لدينا عدد ايام 30 يوم اشتغال، الراتب الاساسي هو 21000 وليس لديه ساعات عمل زياده او الى اخره، فسيكون الراتب هو نفس الراتب الاساسي. بالنسبه لهذه الحاله كما قلت، بالنسبه للشخص الثاني مثلا فهو خارج البلاد، هنا على النوت اكتب بانه خارج البلاد وبانه اشتغل 0 يوم، راتبه الاساسي مثلا 1000 وقد تم خصم 1000 لانه لم يشتغل ولا يوم، وبالتالي يكون كل شخص نعمل حسب المعطيات الخاصه به. ودائما على الكومنت نكتب التعليقات، مثلا ناخذ هذه الحاله الاساسي 1000 او مثلا الاساسي الخاص به ساخذ حاله 2000، لديه اكسترا انكم مثلا لديه اكسترا 100 ريال، وبالنسبه للديتكشن هو مثلا عندي ادفانس مثلا ادفانس بيمنت، اي انه قبل اخذ 500 ريال كادفانس بيمنت. فسيكون الراتب الخاص به هو على الشكل التالي، 2000 اللي هو الاساسي زائد 100 ريال اللي هي الانكوم اكسترا، نشيل منها 500 ريال. اذا الراتب الذي سيتحول اليه اللي هو النيت سالاري 1600، فهذا الراتب الذي يحول عند انتهاء من الجميع. نعمل هنا الجمع بالنسبة للكل ونكتب القيمة اللي هي نفسها هنا. اذا بعد انتهاء من الفايل اهم شيء ساخذه سيف از، اعمل سيف از. هنا اختار سي اس في نوع الفايل، نكتب الصيغة على هذا الشكل اللي هي SIF، ونكتب هنا رقم قيد المنشأة مع رقم مع تيري، والكيو ان بي هي البنك التي عليها سيتم الفايل، التاريخ الذي تم فيه الفايل والساعة التي تم فيها الفايل. فمثلا هنا 11:10 ونسيف الفايل، علما أن التاريخ والساعة المتواجدين هنا يجب أن يكون هما نفسهم المتواجدين هنا. هذه ملاحظة. بعد الانتهاء وعمل هذه العملية مهمة، نعم ذهب إلى الفايل، نعم نضغط على اليمنى بالماوس ونعمل إيديش على النوت باد، بعدها سيفتح الفايل على النوت باد ونشيل هاي الفاصلات الموجودين هنا حتى، وبعد ذلك نعمل سيف مع لأنه الفايل مفتوح. بعدها نعمل فايل سيف يسيف، وهنا فقط على البنك نفتح حسب نوع البنك الموجود لدينا، لأنه الأبناك تتغير عملية الفايل كيفية عمل الأبلود للفايل من بنك لأخرى. مثلا على الكيو ان بي في البورتال الخاصة
فمثلا على الكيو ان بي نذهب الى الكيو ان بي في دبليو بي اس كيو ان بي هنا بس اليوزر نيم وندخل هنا اليوزر نيم والباسورد ونكمل العملية. والكيو اي بي كذلك لديها برنامج الخاص بالدبليو بي اس. في مثلا البنك الاهلي يجب وضع الفايل على سي دي والذهاب بالفايل الى البنك نفسه. هذه العملية تتغير طبيعة الحال من بنك الى بنك، فكل بنك هما عاملين الطريقة الخاصة بالفايل. هذه بصفة عامة كانت بعض الخطوات، وكما تكلمنا عن بعض الأشياء التي يجب تفاديها حتى يتم أذكرها مرة ثانية، اللي هي يجب تحويل نفس العدد وكذلك السالاري. وكذلك سأضيف على هذا أنه البازيك السالاري 1000 أقل شيء، ففي حالة عمل بازيك سالاري أقل من 1000 كذلك سيكون حظر على الشركة. كذلك ملاحظة أخرى من غير السالاري البازيك 1000 أنه يجب تحويل، حتى لو عملنا صفر للسالاري يجب تحويل 80% من مجموع العمال تحويل كراتب وليس صفر. هذه بعض الحالات التي تؤدي إلى حظر الشركة. إذا ماذا يحدث في حالة عدم دفع الرواتب؟ عدم دفع الرواتب هي أوتوماتيكي تعطيك حظر على الشركة على إدارة العمل. أي طلبات استخدام تغيير جهة عمل أو أي عملية أخرى لن تقبل منك حتى تسوية الوضع، وبعد مدة بضم 6 شهور يتم تحويلها إلى النيابة العامة لتصبح قضية بالنيابة العامة، لأنه إدارة العمل هي صارمة بخصوص كل ما هو WPS. يمكن أن تذهب العقوبة إلى الحبس كما نلاحظون، وعن غرامة لا تقل عن 2000 ريال، أي 2000 ريال وما فوق، وحتى 6000، وبالحبس لمدة تزيد على شهر. ولهذا فيجب عمل فايل خاص بالWPS كل شهر بانتظام. وهنا نصل إلى نهاية الفيديو، شكرا لكم جميعا ونلتقي في فيديو لاحق إن شاء الله.